بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي الفقرة الثانية لما يكون الرأس ليست صفر وصفر H و K. بس أنا عايز أفهمك كويس قوي 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 هو اللي بيحصل إيه. أنا عندي أساساً دول محورين ده المحور X وده المحور Y. لو أنا جيت طبعاً تقاطع المحور X و Y صفر وصفر، لو أنا جيت رسمت كده القطعة اللي هي الحالة الأولى اللي أنا شرحتها، جيت عملت عملية انسحاب لهذا القطع، انسحاب سحبته، يا إما هسحبه هنا يا إما هسحبه هنا يا إما هسحبه هنا يا إما هسحبه هنا، في أي مكان هسحبه. لما أسحبه مش هيبقى اسمه المحور X والمحور Y، هيبقى اسم القطع المحور X X بار Y بار. ليه؟ لأنك أنت سبت المكان ده وما بقتش صفر وصفر، هنا سالب سالب، هنا سالب موجب، اكس بسالب وواي بالموجب، هنا موجب موجب، هنا موجب سالب، في اي مكان. انا مثلا هسحب المحاور هنا، اصبح ده مش اكس، ده موازي للاكس، واصبح ده مش واي، ده موازي للواي. القطعه لما سحبته دي كده بنفس شكله، مش هيتغير. امال ايه اللي هيتغير يا تيتشر؟ النقطه دي هتبقى اتش وكي بس. لما اجي ابص للمسافه دي، المسافه دي سي صح؟ صح، هي سي، بس المسافه دي هتزيد على الاكس، هتبقى البوكس هنا هيبقى اتش زائد سي وكي، وهيبقى الدليل اللي هيمر هنا ده هنا هيبقى اتش ناقص سي وكي، والمعادله هتبقى واي ناقص كي الكل تربيع بتساوي 4 سي اكس ناقص اتش. خلي بالكم الاتش يعني اكس مع الاكس والكي مع الواي. طيب لو انا عندي الشكل مش كده، ادي المحاور، ادي المحاور، ادي الاكس، ادي الواي، وكان كده الشكل اهو، هنا صفر وصفر، وجيت عملت له عملية سحب في أي مكان يعجبك يا ابني، في أي مكان سحبته هنا أهو، مش ممكن ده يكون إكس، يبقى ده إكس بار وده واي بار. أدي القطعة أهو، جه هنا أهو، هتبقى النقطة دي مش صفر وصفر، هتبقى إتش إتش وكي، هنا صفر وصفر، أنت سحبت أصبحت إتش وكي. يبقى هذه النقطة المسافة دي سي، هتبقى النقطة دي اتش ناقص سي وكي، هنا في الدليل اهو، هتبقى النقطة دي ايه؟ اتش زائد سي وكي. وهيبقى نخلي بالنا هيبقى المحور ده محور التماثل، التماثل هيبقى واي يساوي كي، ما هنا كي اهي، كي 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 ثابتة، ما هو أي خط أفقي الواي ثابتة. كذلك هنا محور التماثل ده محور التماثل اللي هو واي يساوي كي، ده محور التماثل. هيبقى هنا المعادلة إيه؟ المعادلة هنا واي ناقص كي الكل تربيع تساوي، طبعا الفتحة في اتجاه اليسار، هيبقى سالب 4 سي وإكس ناقص إتش. كده خدنا كام حالة؟ حالتين، لما سحبت وقلت السحب في أي مكان، لما باجي أحل بحل بمنتهى السهولة زي ما هتشوفوا دلوقتي، بس أخلص الأربع حالات. يبقى إحنا خدنا الجهة اليمين وسحبناها، قلت لك اسحب في أي مكان، هنا 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 هنا، في أي مكان أنت عايز تسحب. اليمين بيزيد، بيزيد المسافة سي، واليسار بينقص المسافة سي. لو جيت قلت معادلة الدليل هنا إيه؟ معادلة الدليل إكس. اكس تساوي وتاخد النقطة بتاعت الاكس اللي هي اتش ناقص سي. تعالى هنا الدليل اهو، هنا معادلته ايه؟ اكس يساوي وتاخد قيمة الاكس اللي هي اتش زائد سي. يبقى وصلنا لمعادلتين، معادلة دي واي ناقص كي كل تربيع بتساوي 4 سي اكس ناقص اتش، هنا واي ناقص كي كل تربيع سالب لان في الاتجاه اليسار
سالب 4 سي اكس راس اتش. ده امتى الكلام ده؟ القاعدتين دول عندما يكون او تكون الراس اللي هي البي اللي هي البرتكس اتش وكي. خدنا حالتين، هناخد حالة حالتين كمان. اعمل كده واقول الحالتين الباقيين، شوف مع بعض ونفهم. طبعا عندي حالتين، حالة الاعلى وحالة الاسفل، فتحة الى اعلى وفتحة الى اسفل. اهي حالة يا اولاد، اهينا كده الاعلى، ده المحور اكس وده المحور واي ودي النقطة صفر وصفر. هنعمل كمان حالة اهي، اهي كده اهي الحالة الاسفل، ده المحور اكس وده المحور واي ودي النقطة صفر وصفر. هنعمل عملية انسحاب، اسحب على كيفك يا ابني، اسحب على ما تشغلش بالك. هسحبه هجيبه هنا اهو، جبته هنا يبقى اتسحب كده، يبقى دي مش اكس يا اولاد، دي اكس بار ودي مش واي، دي واي بار، عشان النقطة دي ما اصبحتش صفر وصفر هنا، يبقى دي اصبحت اتش وكي. النقطة دي كانت صفر وسي، هتبقى هنا مش صفر لان دي مش صفر دي اتش، يبقى اتش وكي زائد سي او سي زائد كي زي ما انت عايز. هنا هتبقى النقطة دي اللي بيمر بيها الدليل، هتبقى ايه النقطة دي؟ هتبقى اتش وسي ناقص كي او كي ناقص، ما تفرقش ما تفرقش، خلاص سي ناقص الكي. تمام يا اولاد، خليها احسن كي ناقص سي زي بعض، ما تفرقش. هتشوفوا دلوقتي كل حاجه احنا بنحل ازاي. تعالوا هنا في الحاله دي، احنا هنسحب في اي اتجاه. هسحب هنا مثلا، هتبقى دي اكس بار ودي واي بار، نسحبها كده. طبعا النقطه دي اصبحت اتش وكي. البقرة هنا النقطة مسافة دي سي، هتبقى النقطة دي اتش وكي ناقص سي. النقطة هنا اللي فوق هتمر بالنقطة دي، هتبقى اتش وكي زائد سي. تمام، يبقى أنا هنا لما أجي أكتب المعادلة هنا أو هنا، طبعا هنا هتبقى اكس، الاكس معاها مين؟ معاها الاتش. الكل تربيع بتساوي 4 سي، الواي معاها الكي. طب هنا هيبقى اكس ناقص اتش، الكل تربيع بتساوي سالب 4 سي واي ناقص الكي. خلاص يا اولاد، احنا كده اخدنا اربع حالات. هتشوف دلوقتي احنا مش محتاجين نحفظ ولا اي شيء، احنا محتاجين نفهم كويس. وهتشوف دلوقتي طريقه حلي، بحل ازاي المسائل. حالا هنكتب مسألتين نحل بيهم أو ثلاثة نحل بيهم الكلام ده. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.